للسياسة. من المنتظر أن يعلن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي يعلن الليلة في حدود 10:30 مساء بدار الضيافة بقرطاج عن تشكيلة حكومته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الحمد لله. كده بشوية دقيقتين ما زلنا في انتظار سيد رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي في إطار الإعلان على تشكيلة الحكومة الجديدة. أكثر من ساعة ونص وين نستنى وننسي ونكذب ونقول مش معناها أولادي إدارة باش يرثوا التأخير في كل شيء، ونكذب في روحي ونقول مش معقول أنه ضامن الدستور غلط في احتساب الأجال الدستورية ومشى في باله مهلة شهرته في اليوم، واضطر بعد ما استقبل المشيشي في العشية أنه يعاود يناديله في الليل باش يسلموا القائمة. على كل كما يقولوا بالتونسي المليح يبطى شوي، ريت كلمتك صلحت في حاجة سيلياس. على كل طولت عليك وطولت على مدام عبير موسي، تشرب حاجة مدام؟ تقريبا ستيكتين بالدار ستيكتين. من فضلك يا سي حبيب خضري عايشك. مدام فرح بيك زهير ولا؟ فقد فتح لنا السخان في عز الصيف، فتح لنا السخان 30 درجة وتركنا بدون كهرباء ووضع الموسيقى في أعلى درجاتها. لا نعرف الحقيقة صاحب واجب. لحظة يا ذريا وسهر رب. يعلن المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي حاليا عن قائمة أعضاء حكومته المنتظرة خلال هذه الندوة الصحفية. هاي بيه يا وجيس المشيشي، ما غريبة ما سمعتش صوته وهو جاي، زعما جاي في غواصات. أخيرا أعلن المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي على تركيبة حكومته المقترحة. قدمت اليوم وفي إطار الأجال الدستورية المخولة لذلك لسيادة رئيس الجمهورية تركيبة الحكومة المقترحة والتي سيتم عرضها على مجلس النواب للمصادقة عليها. وبعد إعلانه على تركيبة حكومته المقترحة عمل المشيشي مغازلة أو مجاملة للأحزاب. وأجدد تعهدي الشخصي بأن تعمل هذه الحكومة في كنف الاستقلالية، لكن في كنف التعاون والتفاعل والاحترام لكل مكونات المشهد السياسي ولكل الكتل البرلمانية، وذلك إيمانا منا بأهمية دور الأحزاب في تقديم التصورات وتقديم الرؤى التي يستفيد منها المواطن التونسي. هي حكومة ليست مستقلة تماما وليست مصغرة، وفيها ترضيات وحسابات وعقبات حسب القيادي في التيار الديمقراطي محمد عمار. الناس كل تعرف أن وزير الاقتصاد والمالية هو مؤسس آفاق تونس وقريب الآن من تحيا تونس أيضا، وبالتالي هذه الحكومة ماهيش مستقلة تماما بالمعنى الذي ذكره المشيشي عندما تكلم من الأول. لاحظنا أن هناك ترضيات حسابات وعقبات. محمد عمار قال أنه فم وزراء سمعوا بتعيينهم في دقيقة 90. لاحظنا أنه المشيشي كان يتواصل مع الوزراء ليعلمهم أنهم أصبحوا وزراء. كيفاش أنا اليوم نحط في الفريق متاعي وزير علمته بالهاتف في دقيقة 90؟ حركة النهضة باش تناقش تركيبة الحكومة المقترحة مع شركائها في الائتلاف البرلماني الجديد وفي مجلس الشورى حسب نور الدين البحيري. نحتاج للعودة إلى مؤسساتنا من الشورى اللي هو صاحب القرار في الحركة، ونحتاج كذلك إلى حوار مع أصدقائنا وشركائنا في تحالف 120 نائب حتى نتخذ موقف جماعي مع بعضنا لما فيه مصلحة. وقبل ما يقول مجلس الشورى كلمته قال محمد الجوماني كلمته هو أن الحكومة هذه هي حكومة الرئيس وهي الأضعف كفاءة والأقل استقلالية. هي أضعف كفاءة وأقل استقلالية حتى بالمقارنة بالحكومة المستقيلة. الأمر الثاني، هذه الحكومة فعلا نعتبرها حكومة الرئيس، لسنا طرفا فيها ولا تمثلنا، ونحن في حل من دعمها سياسيا. قلب تونس عنده ثقة في هشام المشيشي وينتظر البرنامج حسب القيادي أسامة الخليفي. قدينا نحن عندنا ثقة في سيد رئيس الحكومة. بالنسبة لتركيبة الحكومة هي قيد الدرس داخل هيكل الحزب داخل المكتب السياسي. زكاتها. شنو مدام؟ زكاتها. باهي اوكي، نكمل فقط الطرف الثالث في الائتلاف البرلماني ائتلاف الكرامة، وين تسائل القيادي عبد اللطيف العلوي هل أنه بفشل حكومة الكفاءات يتم غلق المدرسة الوطنية للإدارة. نحن نعرف أننا في نهاية العهدة سوف نحاسب الأحزاب. الأحزاب لديها ما تخاف عليه، لديها مشاريعها ووجودها، أما الإدارة فماذا ستحاسب؟ مثلا هل سنغلق المدرسة الوطنية للإدارة ونعلن أنه لم يعد لدينا كفاءات في تونس أم ماذا؟ معناها سي بونطا وكملنا الائتلاف البرلماني والنجم نسكتهم مدام عبير. سوريتك انت، سوريتك السوريتك الساعة
ناس تويسورية زادة تدلل على كل. ولا عندي وسع بال ديجا شهر موسع بالي مع مشاورات وزيد ساعة ونص وانا نستنى في الندوة الصحفية. تخيل ساعة ونص كاملة وهو ساعات درج يفرق. يا عبي الموسي كان تحب تو غدوة تصبح رئيس حكومة تدخل البيض الشيخ متاعهم خمسة دقائق تدخلش رئيس حكومة. لا غالط يا سي مجدي بوذينة، كان يعطيه رئيس الجمهورية ورئيس برلمان ورئيس حكومة من الاخوان مدام عبير ما تاخو شيء. حق سي مجدي عاد تلعب حاجة اخرى. برا برا دوخ برا دوخ دوخ تو ولا شد شد ساقك شد. شوف 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 باللحن خير يا مدام يظهري باللحن خير. شوف شوف يا حبيبي شوف طلع في اسمعني اسمعني شوف شوف شوف. حكومة هشام المشيشي كما غيرها من الحكومات أما هي على عكس البعض منها ما هيش واقعة في قبضة اللوبيات حسب رئيس الكتلة البرلمانية لتحية تونس مصطفى بن أحمد. أنا أعتقد الحكومة هذه كما كل الحكومات الحاجة الوحيدة أنها تنجم تكون إيجابية كما هي راوها بعض سلبية إلا هي ما هيش واقعة في قبضة بعض اللوبيات ولا في قبضة الأحزاب. حكومة فيها إيجابيات وعليها تحفظات على الأسماء والتركيبة حسب أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي. تم أسماء محترمة ما احنا عندنا حاولها تحفظات على كفاءتها وعلى استقلاليتها، عندنا بعض التحفظات على الهيك. المهم انه الحكومه تنجح وانه وضعنا يتحسن وهذا الكل ما نجم يصير كان منحبوا بلادنا. باختصار هيا خرج الجريده الوطنيه اللي فيه بالسياسه.